الروماتيك فيبر علشان البنات بس يا ولاد، هو كومون في الفيميل. والسؤال هو ليه كومون في الفيميل؟ هنعرف دلوقتي. خلاص يا ابني يا راجل، الروماتيك فيبر اصلا بدايته ازاي؟ كلنا تقريبا اغلبنا جاله ظروف برد قمر الفلك في الفيميل، هو ده بدايته موجود. طيب ايه اكثر مناطق بتظهر في قمر الفلك في الفيميل؟ المنطقه الجديده دي نوك دافع في السلم، كان ممكن حاجه اسمها جيل شمالي، وفي هنا حته اسمها تشوزن. هما دول الحتتين بتوع القمر الفلك ريتراكتد مشهورين قوي اللي هما بيدفعوا. طب ايه اللي بيحصل؟ بتيجي بكتيريا الانفكشن موجوده بقى، دي بالتحديد كده بتحددها بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس. طب الستريبتوكوكس لما تلبسوه في المايك وفي منه انواع كتير قوي. هو انهي جروب؟ جروب اسمها جروب A. جروب A ده فيه سب تايب منه اسمه جروب A B. فهي الفكره كلها هيموليتك ستريبتوكوكس انهي جروب؟ جروب A تحديدا نوع B. البكتيريا دي لما بتيجي في الابر سفيرات بتاعت، لما جم شافوا البكتيريا درسوها، اي بكتيريا بيبقى ليها سيرفس انجن، اي انجن عباره عن بروتين. فهم لما شافوا البروتين ده ادوا له رمز بيسموه ام بروتين. يبقى معنى كده ان اي شخص بيجي له ابر سفيرات بتاعت انفكشن بالبكتيريا دي، لما جم حللوا البكتيريا ده وان عليها انجن بروتين اسمه ام بروتين. طيب السؤال بقى، الناس بتوع الروماتيك فيبر دول ايه اللي بيحصل لهم؟ الموضوع بيبدا ازاي؟ بيبدا بابر سفيرات ريتراكت انفكشن. طب ما كلنا جالنا ابر سفيرات ريتراكت انفكشن بس محدش جاله روماتيك فيبر. طب ليه؟ القصه مش انفكشن خالص، القصه ان البكتيريا دي بتقعد هنا تبقى قاعده عندك في المنطقه دي مع اجمال. هو لان الديزيز ده موجود اصلا في الناس اللي هو سوشي اوتونومي، ناس غلابه مش معاهم فلوس تعالجوا، او معاهم فلوس بس مقبلين. ساب نفسه خالص، عدى الاسبوع الثاني الثالث البكتيريا لسه عايشه، فقرر جهاز المناعه انه يبعت انتي بادي اميونو جلوبين. وهنا المشكله دلوقتي اللي بتطلع. الطبيعي ان الانتي بادي ده يروح يعمل ايه؟ يروح يلاقي البكتيريا دي، وعرف منين ان هي دي البكتيريا المطلوبه منه؟ من انتجن اسمه الام بروتين، وبيروح يخلص عليه. دي حاجه جميله حلوه لذيذه زي الفل. ايه اللي مش لذيذ؟ ان الشخص ده يكون سيء الحظ ان الانتي بودي مولود عنده فيه خلل. الخلل ده ما يظهرش الا لو جاله ايه؟ انفكشن بالبكتيريا. طيب ايه اللي هيحصل؟ الخلل ده في صوره ايه؟ وعلى فكره الحاجه المختله ما تحسبهاش، بمعنى واحد مجنون ما تقولوش انت مجنون عملت دي ليه؟ فايه اللي هيحصل؟ الانتي بادي المختل ده بعد ما هيطبع على خبر السبيراتوري تراكت يروح جاي ضارب البكتيريا دي، ينزل ويكمل نفسه الطبيعيه بتاعته في الدم. المشكله انه ايه؟ انه مختل ابنورمال. هيعمل ايه؟ هيقعد يدور على اي حاجه في جسمك شبه الام بروتين ويضربها. في الحاله دي هو بيعمل ايه؟ بيهاجم جسمك. طب ايه اللي عندنا في جسمنا شبه الام بروتين؟ الكولاجين. طب السؤال الثاني، الكولاجين ده موجود فين؟ موجود في الهارت. فين في الهارت؟ الهارت عباره عن ايه؟ اندوكارديوم موجود فيه، مايوكارديوم موجود فيه، والدنيا الخارجيه البريكارديوم موجود فيه. السؤال ايه ده؟ ده ما حدش يجي يقول لي اصل الروماتيك فيبر انفكشوس ديزيز. ليه؟ كنا كلنا المفروض يجينا الروماتيك فيبر، لان كلنا جالنا البكتيريا دي. امال ده ايه؟ ده خلل في جهاز المناعه. مين اللي هيجي له روماتيك فيبر؟ اللي عنده الانتي بادي كويس. طب لو الشخص ده ما عندوش الانتي بادي كويس مش هيجي له روماتيك فيبر.
طب الخلل في صوره ايه؟ الخلل في صوره انه بعد ما بيروح يخلص على البكتيريا ويقضي عليها ينزل في الدم يدور على اي حاجه فيها كولاجين. الكولاجين موجود فين؟ موجود في الهضم. موجود فين تاني الكولاجين؟ في السينوفيال ميمبرين، في الجوينت. موجود فين كمان؟ في السكين. وموجود يقال يعني في البيزا دي. كل دي اماكن هيروح يهاجمها بالانتي بادي. طول ما فيها كولاجين هيبدا يهاجم. طب تعالى كده نشوف الكولاجين ده، الفايبر بتاعت الكولاجين دي ايه اللي هيحصل؟ الجسم شايف ان الكولاجين ده بالنسبه له انتيجين فورج، هيعمل ايه؟ هيبدا يروح يضرب فيه. في الاول الضرب هيبقى ضربه خفيفه، بيقول عليه ريفيرتبل او ديجنريشن. هيقولوا عليه كده فايبرينويد ديجنريشن. ولكن الموضوع هيطول بعد كده ويزداد سوءا ويبتدي يتحول الى دامج مميت. فما ينفعش اسميه ديجنريشن، امال اسميه ايه؟ نيكروزس. فيجي يقول لك ان الموضوع بيتحول الدامج ده الى حاجه اسمها فايبرينويد. انت عملت ايه دلوقتي؟ اللي انت عملته ان انت قطعت الفايبرين او تحت الكولاجين الى قطع صغيره. موته. طب ليه موته؟ ما انت شايفه من انتيجين. مين اللي شايف؟ الانتي بودي فضل يدمر في الكولاجين اللي موجود في الهارت في الجوينت في البيزا. طب بعد ما حصل الكلام ده جهاز المناعه شايف ان في حاجات عنده كانت اتكسر، هيعمل ايه؟ هيقعد تاني؟ لا، هيبعت انفلاماتوري سيل. مين يعني؟ ماكروفاج في بلازما سيل انكسايت، هيبعت حاجات كتيره. تبدا الانفلاماتوري سيل تيجي وتزيد عند ساعتها، وبعدين تبدا الماكروفاج تتحد مع بعض علشان هما جاي ياكل ايه الميت ده، فتبدا الماكروفاج تتحد مع بعض وتعمل خلايا عملاقه اسمها جاينت سيل. الجاينت سيل دي لما جم شافوها لقوها مالتي نيوكليت جاينت سيل. واحد شافها وقال لك لو سمحت انا عايز اسميها باسمي، اسمك ايه؟ اسمي اشوف. وراح مسميها باشوف سيل. افهم الكلام ده كويس قوي. الموضوع ماشي ازاي في سيكونس. بدات بانفكشن اسمه ابر اسبيراتوري تراكت انفكشن، بكتيريا اسمها دريبتوكوكس موريتيكس جروب اي بي. ما عنديش مشكله في البكتيريا. المشكله جايه فين؟ الانتي بادي. الانتي بادي مختل، طلع حاجه من البكتيريا. لحد هنا كويس، مفيش مشكله. مش كويس اللي جاي. اللي نزل في الدم وبدا يهاجم الكولاجين. وبعدين بعد ما بدا يهاجم الكولاجين بدا يهاجمه فين؟ الهارت والجينز البيتا جانجليا. عمل فيه عمل فيه دامج. ده كان في صوره ايه؟ فايبرينويد ديجنريشن. زاد اكتر بقى فايبرينويد نيكروز، حولته وحولته لانفلامات كتير. المنظر ده شكل زي اشكال جرانيلوما، صح؟ شكرا. الجرانيلوما دي يا بني كبير كنا بنسمي الرياكشن ده كان ليه اسم كده بنسميه برولابتر تمبر. هو هنا برضه بنسمي برولابتر. سؤال، لو الموضوع طول زيادة عن اللازم دي خلايا بتيجي في الآخر هنا بندل شيب بسيل علشان أعمل هيلينج باي، يبقى إمتى بعمل هيلينج باي فايبرينوس؟ إيرتي ولا ميت؟ الكلمة دي احفظها زي اسمها الفايبرينوس. ده الملخص بتاع الروماتيك. نبتدي بقى نشرحه حاجة. لو جيت سألت واحد سؤال روماتيك عايزك تديني ديفينيشن في غلطة بيصطاد فيها الانسولين. هل الروماتيك فيفر ده انفكشن ديزيز؟ لا. مان اوتو امتى حصلت الخلل؟ لما كان عندك مشكلة فيها. يبقى تعريف الروماتيك فيفر هو اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز بيهاجم مين؟ بيهاجم الكولاجين. يبقى اوتو اميون ديزيز اوف ذا كولاجين. وحتى لو حد فاكر الاوتو اميون ديزيز كنا بنقسمهم كده تقسيمه كدني ومش عارف فينا وكان في اوكراين وكده وكان في حاجه اسمها كولاجين. كان من ضمن الكولاجين في مين؟ اوتو اميون ديزيز بيهاجم الكولاجين. حلو قوي. امتى؟ بعد الاكسبوجر لبكتيريا اسمها جروب اي بيتا موديفيك ستيرفيتو. طيب السؤال الثاني، ايه اللي حصل؟ الباثوجينيسيس في اثنين باثوجينيس، واحد محترم في كل الكتب العالمية وواحد ضرافي من عندنا ما بيشتهي صح. المحترم بيقول لك الباثوجينيس حصل ازاي؟ ان ساعات جالك انفكشن ببكتيريا اسمها جروب دي بيت اموريتس ريبتوكاي وشفت ان فيها ام بلس. بدأ
الانتي بودي يضربها ويضرب كل حاجه شبهها. لما تضرب حاجه شبه حاجه دي سميناها قبل كده ايه؟ كروس رياكشن. فبدا يعمل كروس رياكشن ويهاجم كل حاجه فيها شبيه الام بروتين اللي هو الكولاجين. موجود فين؟ في الهارت، ودي اهم اورجان عندي، في الجوينت، في السكين، في الفيزل. طب ايه اللي خلى الليله دي تحصل؟ يعني ليه الناس دول هيجيبهم الموضوع ده؟ عشان عندهم خلل. طيب ازاي ممكن نعمل بروتكشن نحمي نفسنا؟ الموضوع لو حد فاكر انا قلت لك ان انا جالي بكتيريا انفكشن سليبت بودكاست وقعدت اسبوع اثنين ثلاثه بعد ثلاث اسابيع رحت مطلع منه. يعني انا لو كنت قضيت على البكتيريا دي من بدري عملت ايه؟ كانش الانتي بودي ده تاني. وهو ده دايما مشهور قوي، يجي يقول لك ده واحد عنده كان عنده دول دايما بيموت ضغط ويشيل من حالات رسمتها بتاعت الوقت في بعد تيجي تساله يقول لك اه انا كان عندي دول وانا صغير وكبرت دماغي ما خدتش علاج. او يقول لك الناس اللي نفسه شكرهم. يعني ايه الناس اللي نفسه شكرهم؟ سبعه عايشين في اوضه وسيئين في تكوين، تمام؟ فسبعة عايشين في أوضة وسعيين في تهوية. وبعدين واحد عنده انفكشن أبر اسفلاتي هيعني السبعة كلهم. افرض واحد من السبعة دول كان حظه سيء انه عنده يونيفلوبلين بتاعه باي يبقى يديله روماتيك. طيب كومن فين كمان يا ولاد؟ في الفيميل. وهنعرف طبعا احنا عارفين ان الكوتو من ديزيز كومن في الفيميل. و ديتا رون كمان شويه هنعرف ان دايما الايدج بتاعه بيقولوا عليه الجولدن ايدج بيتحسن مش قبل كده ومش بعد كده. بس الكلام الجديد اب تو 25 سنه يا جماعه. لا 25 مش 20 مش 20 صح. فهو الكلام الجديد وصل ل 25 سنه بس مش يعني احنا ماشيين على الكلام القديم الستاندرد اللي هو من 25. طيب السؤال في فاتية كده في الكتاب راح فاتي فاتية كده ملهاش أزمة وقال لك إن ممكن أنظر باثوجينيز. دلوقتي أولاد البكتيريا دي أجريسيف قوي، هايلي توكسيك، وتطلع توكسينز فيهم، صح؟ جهاز المناعة بتاع سعادتك بيبص على خلايا جسمك. كل خلايا جسمك ليها سيلف أنتيجين. جهاز المناعة يجي يبص يلاقي ده سيلف أنتيجين وده سيلف أنتيجين يسيبه في حاله. دي حاجة وده زمان في الهيومانيتي. طب لو البكتيريا من توكسينز بتاعتها جت عملت موديفيكيشن للانتيجين ده جهاز المناعه هيشوفه منين؟ فورد ويهاجم. هو بيدعي في الكتاب عندنا ان الروماتيك فيفر ممكن الكلام ده مش صح ان يحصل بسبب ان البكتيريا دي طلعت توكسين، التوكسين دي ضربت انتيجين عملتها موديفيكيشن. طب سؤال طالما انت هتعمل موديفيكيشن للانجين هتعمل موديفيكيشن للانجين بتاع كولاجين بس وتسيب بقية الجسم المفروض يبقى كله، وده الكلام المنطقي. فهم قالوا النظرية دي طب الدماغ الكتاب بيكتبها كده، هم قالوا لا النظرية الأكيدة إن الكولاجين لما جم درسوه فعلا لقوه شبه الام بروتين وقالوا هو ده النظرية الأكيدة الأخيرة. يبقى تاني بسرعة كده إيه الرومانتيك فيفر؟ مريض الرومانتيك فيفر ده عبارة عن إيه؟ ده واحد عنده أوتو إميون ديزيز بيهاجم الكولاجين. ليه؟ عنده خلل في الأنتي بودي بيجي يطلع يلاقي فيه بكتيريا عنده اسمها عشان كده الناس دي لو عالجوا من البدايه مفيش بكتيريا فمفيش انتي بادي كان هيطلع فمفيش روماتيك فيفر. امال جاب روماتيك فيفر ازاي؟ اهمال. اهمال بسبب فقر، اهمال بسبب تخلف، اهمال بسبب ما امبروبر دايجنوزز ما خدش علاج كويس كبر دماغه. المهم ان انا طلع الانتي بادي. طلع الانتي بادي يعمل ايه؟ يضرب البكتيريا. طب بعد ما ضرب البكتيريا يعمل ايه؟ ينزل في الدم. لو هو سليم ما عنديش مشكله، مشكلته ايه؟ مختل ينزل يهاجم بتاع الهارت والجوينت والسكين والبيزر جنجل يعمل فيهم ايه؟ يعمل فيهم رياكشن سميناه مركزه الدم في صوره اولا فايبرينويد ديجنريشن يزيد يبقى فايبرينويد انكروز اجيب انفلاماتوري سيل. اهم سيل ما السيل دي السيل دي المهم عندي بقى ايه؟ اشوف سيل اي دي جاين سيل فيها مالتيبل نيوكليار. وفي الاخر لو الموضوع ما اتحسنش الموضوع بيجي بايو. طيب سؤال في التي دي كنا بنسمي ان الديول دي كنا بنسميها بوني بونكو صح؟ بما ان اشوف دي هو اللي شكل نسمي ان الديول دي باسمه راح نسميها اشوف دي. في البروس بيكتشر او الديول دي بتبان ازاي؟ بتبان لك ديول صغيره اهي. يعني تخيل كده مثلا ادي الهارتس جهاز المناعه شايف ان الحته دي من الهارتس الام بروتين بتاع البكتيريا شبه الحته دي، راح جاي ايه؟ ضارب
لو جينا خدنا الحته المضروبه دي حللناها تحت ماجنتيود مليون عباره عن سنترال بارت في ميكروز جنريشن حواليه شويه خلايا وفي الاخر صار في فايبر في البروس بيكتشر تبان لك ايه؟ مليون سنتي او سنتي مليون وحواليها شويه فايبرز. طب سؤال في التي بي يا ولاد حد فيكم كنا بنقول في برودكشن رياكشن وفي رياكشن ثاني كان اسمه هنا برضه نفس الكلام في برودكشن وفي اكسيدنت بس ليه سموا ده اكسيدنت؟ يعني ايه الفرق ما بينه وما بين هنا بيبقى نفس الكلام بالظبط يعني ايه؟ يعني سنترال نيكروز في اكشن سيل في خلايا كله هو بالظبط امال ليه سموه اكسيدنت؟ عايز ادي لك اكزامبل الفيري كاردين احنا اتفقنا قبل كده الفيري كاردين ده واحد من ثلاثه اسمهم سيرس حد عارف ايه سن ثلاثه سيرس يعني اي لمسه للفيري كاردين على طول بيطلع ايه؟ بيطلع ميه فالرياكشن بتاع سعادتك ده هيبقى غرقان في ايه؟ ميه راح مسمينه يبقى عشان كده تبقى عارف ان الاكسيدنت رياكشن هو هو البروليفيرشن بس الفرق فين؟ في المكان ايه الاماكن من اللي قدام سعادتك دول لو عملت فيها روماتيك فيفر يبقى الرياكشن فيه ميه زياده ده الفيري كاردين وده الجوينت دايما الجوينت يا ولاد حتى لو حد فاكر تبتدي الجوينت ده دايما لو واحده خبط ركبته وجع حصل عنده ارتشاع دايما الجوينت او المفصل بيبقى معاه غير يبقى معنى كده ان انا عندي كام رياكشن؟ اثنين برودكتيف رياكشن واكسيدنتيف رياكشن البرودكتيف رياكشن بيحصل فين؟ في كل حاجه امال الاكسيدنتيف بس تسمي بس البريكارديوم والجوينت بدور الحاجات ده الكلام اللي عندي هنمسك بقى واحد واحد من الحاجات دي اشرحه بالتفصيل اشرح الوقت فيه درجه الكارديوم او المايوكارديوم بالكارديان او جوينت او البيتال جانب. تعال نبدا باول حاجه بالروماتيك فيفر لو ضرب الحرب. لو ضرب الحرب اللي ممكن يضرب مين؟ او ماي كارديان او بيري كارديان او زي الحظ يضرب الثلاثه ليفلز مع بعض. طيب لو ضرب الروماتيك فيفر لو ضربت المايو كارديان يسموها مايو كاردايت. لو ضربت البيري كارديان بيري كارديت. لو ضربت الكارديان بيري كارديت. طب لو ضربت الثلاثة خدت الأول لير أول باللاتيني اسمه بان بان سايتويز بقول لك بان بان كاردايتس فلما تسمع لفظ اسمه روماتيك بان كاردايتس يبقى اعرف ان العيان ده عنده كام لير مضروبة الثلاثة دي تعالى بقى نبدا لير لير وندرسهم ايه اخطر حته انتهت على العيان ده فيه القلب جوينت ولا الاسكيم ولا الفيزا جانجا ولا الهارت هو دي المشكله كلها ان انا خايف من الجزيره بتاعت هيعمل ايه؟ هيعمل اشوف نجوم، يجي يقول لك اوصفها لي بروس مايكروسكوب، احنا وصفناها، هيرجع يوصفها تاني.
في الميكروسكوب سنترال بارك في فايبرينويد ديجنريشن دي يبقى فايبرينويد نيكروز وبعدين في انفلاماتوري سيجما تنتج سيل مهمه اسمها اشوف سيل يبقى ده في البدايه طب في النهايه ايرلي خد بالك دي مهمه قوي ايرلي ده وليت سي فايبر حلو قوي طب النيدود دي في الجروس بيكتشر قلنا وصفها ايه نيدود صغيره في الكونسيستنسي سنتي او سنتي يسالك مكانها فين مكانها فين في المايكارديوم بارا باسكولار يعني ايه بارا باسكولار جنب الجروس لان هي دي اول حاجه هتضرب فيها طيب في الايرلي ستيج ايه اللي هيحصل هشوف نيدود في الليت ستيج هتهيل باي ايه المشكله يعني ايه المشكله ان انا عندي الحته دي من المايوكارديوم تحولت الى فايبرس بص زي طبق كشري وخدنا منه معلقه هو ده بالظبط هتحس بحاجه هو ده لو انت عملت الليجن ده مره واحده لو مره واحده والحته دي باظت الدنيا هتعدي هتمشي امال انت خايف من ايه؟ ان البيتا كمان شهرين يجي له انفكشن وتطلع الانتي بادي تيجي الانتي بادي تهجم فالمره دي تكون منقيه وبعدين تنقي يعني ريبيت الدمج على المدى الطويل هيخلي الهارت يتحول الى فايبرس وهو ده اللي بخاف منه يعني الوان اتاك السنجل اتاك ما تخافش منها وما تخاف من ايه؟ من الريبيت المعالج كده تمام فانت كده خلاص ما عادش في طبعا بالظبط هو ده اللي انا عايزك توصله ان الريبيت المدى الطويل هيخلي العيان ده يحصل دامج ريبليس للمصل بالفايبرس تيشو يحصل عنده هارت الروماتيك مايوكاردايتس ما جاش غير مره واحده بس هو اقلهم اهميه مقارنه باللي جاي دلوقتي بيريكارديوم ادي الروماتيك مايوكاردايتس اي حته فيها روماتيك فيبر تبقى عارف ان فيها ايه في المايكروسكوب اشوف نيديو في الجروس بيكتشر ان نيديو تبقى صغيره تعالى بقى نخش على المفيد الفيري كارد ده سؤال نظري قلت لي هذا سؤال نظري البريكارديوم حد عارف هما اثنين ليرز لير فيسرال لير اللي لازقه في الهارت ولير فرايتال لير لو سمحت الصوت المره دي جهاز المناعه قرر انه الانتي بادي ده قرر انه هيروح يضرب مين يضرب الكولاجين اللي موجود في البريكارديوم طيب ايه اللي هيحصل اهو الحته دي من البريكارديوم اتضربت طب الحته دي فيها كل جنبار يعني ايه اللي هيحصل فيها سنترال فالاول فايبرينويد ديجنريشن وبعدين نيكروز وبعدين انترفاتري سيجن يعني هيعمل لي ايه شفنا ديون بس احنا قلنا حاجه ان البريكارديوم زياده عليه ده رد فعل البريكارديوم بقى في فلويد بيتشوي هنا فالموضوع ده ما اقدرش اقول عليه بروليفريتيف ريأكشن ده البروليفريتيف ريأكشن زايد عليه ميه فبنسميه اكسوزيشن سؤال الميه اللي قدام سعادتكم دي كنا خدناها قبل كده التهابات المسيره السائل بريكارديوم ممكن تبقى ميه وفايبرين قليل وممكن تبقى فايبرين وميه قليله او ممكن زي هنا ميه وفايبرين كتير يبقى هنا في الحاله دي لو الميه كانت كتير بنسميه سيرس لو فايبرين كتير بنسميه فايبرس لو الحاله اللي قدامك ميه كتير وفايبرين كتير بنسميه ايه؟ سيرو فايبرس يعني ميه غرقانه في الفايبرس يبقى الروماتيك بيريكاردايتس بيجي يضرب البيريكارديوم بيضرب الفيسترال بارتس لير ويبدا يحصل عندي في ديتكشن بشكل اسف نديول وصفها لي تحت الميكروسكوب فايبرينويد نيكروز جنريشن وشويه انفلاماتوري سيت ومعاه زياده عليه بقى الجليد اللي هو مين؟ سيرو فايبرس بتوع الباثولوجي قال لك ايه ده احنا ما قلناش شويه اكل تعالى ادي البرايتن لير بتاعت البريكارديوم اهي وادي الفيسرا لير بتاعت البريكارديوم وبينهم قلنا في سائل صح؟ سيرو فايبرنس سؤال غرقان في ايه السيرو فايبرنس ده؟ فايبرين الفايبرين لونه بيرنت لونه يلو الفايبرس هو اللي لونه وايت الفايبرين لونه يلو لونه اصفر فاكرين اليلو تشيكن فات؟ تمام؟ لونه يلو اصفر
ده زي طبقتين عيش وبينهم زبدة سايحة، تمام؟ وراح تقسمينه إلى بريد أند باتر بزيز. دي يا ولاد في الإنجليز عندهم دي وجبة حلوة جدا قبل العشاء، تمام؟ بريد أند باتر، ما علينا ما علينا. وجبة أساسية يوم دايما عندهم بريد أند باتر، تمام؟ إحنا ما عندناش باتر وبريد، تمام؟ فهم بيسموها كده. على فكره دي مسؤوله في كتاب الام سي كيو اربع مرات، بريد اند باتر ابيرنس. يبقى لو جه سالك ايه بريد اند باتر ابيرنس، ده التهاب في البريكارديا سي فايبرز وكذا بيحصل مع مريض الروماتيك. طيب فول سبيك الديزيز ده في الليت ستيج هيجيب وايد. طيب السؤال، كل ما الديزيز كان مور دامج كل ما الفايبروزس كان اكتر. طب بمعنى لو جيت قلت لك ان حظ العيان ده ان هو بس الحته دي هي اللي كانت مضروبه عنده، فلما هيحصل هيحصل هيلينج باي فايبروزس. الفايبروزس بقى لونه ايه؟ لونه ابيض. فواحد شافها قال لك دي شبه سماعه، قال لك عليها سماعه الميلك سبوت، شبه ناطق ونشرب، تمام؟ اي هبل اي اي كلام من الدكتور خلاص. ميلك سبوت ميلك سبوت. نعم، مش انا قلت ان انا عندي فيه رياكشن هو دي الفايبر سيشن؟ الفايبر سيشن لونه ايه؟ لونه ابيض. الفايبر سيشن لو كان الدمج صغير هيبقى على قد الحته دي بس لونها ابيض. فلما يشوفوها هنا عامله زي ايه؟ زي طبقة البريشر. سمينا ميلك سبوت. طب سؤال، لو الفايبروزس زاد قوي، لو الدمج زاد الفايبروزس هيبقى شوهات هيجي. سؤال، ايه اللي هيحصل في طبقات البريكارديا من الفيسر والبرايتس؟ هيلزقوا في بعض. ايه اللي هيحصل يعني؟ دي حاجه بيسموها كونستريكتيف بريكارديا. يلزقوا في بعض. طب وايه المشكله لما يلزقوا في بعض؟ خلاص قفلوا على بعض. طب ايه فايده البريكارديا؟ بيدي سبيلينج سبيلينج كده انه يتمدد. طب انت دلوقتي عملت ايه؟ قفلته خانق على الارض، عشان كده سميناه كونستريكتيف بريكارديا او بيسموه اديتيف بريكارديا. خد بالك دي كانت امتى؟ دامج مينيمال دامج. طب دي لو الدامج زاد شويه بيسموه ايه؟ اديتيف بريكارديتس. ده مشكلته في ايه؟ ان العيال مش عارف الفنتريكل يملى. وبعدين طب لو الدامج كان اكتر يبقى الفايبروزس اكتر، هيروح فين؟ هيبدا الفايبروزس يخرج بره البريكارديا. فايبرس تيشو عمال يزيد وعمال يخرج بره البريكارديا. سؤال، بيخرج بره البريكارديا يروح فين يا عم؟ البريكارديا او الهارت ده موجود فين؟ في قلب حته اسمها ميديستاين. طب الفايبرس تيشو اللي خارج دلوقتي هيلزق مين في مين؟ هيلزق الهارت في التيشو اللي حواليه. مين التيشو اللي مغطي الهارت من قدام؟ اللنج. حلو، دلوقتي سعادتك اللنج اهي، ادي لنج اهي وادي لنج اهي. اللنج دول هيبتدي الفايبروزس عمال يزيد، دامج كتير، فايبروزس كتير، الفايبروزس كان الحته دي ولسه في دامج شغال، هيبدا الفايبروس مش لاقي مكان، يبدا يخرج بره البنت بره البريكارد، يلزق في اللنج. طب ايه المشكله لو لزقت الميديستاينم في اللنج في الهارت؟ الميديستاينم او اللنج وهي بتتحرك في الانسبيريشن بتتحرك ازاي؟ كده اهو، صح؟ فايه اللي هيحصل؟ انا لازق الهارت اهو واللنج اهي، لازقهم فين؟ في بعض. فاللنج طول ما هي بتتحرك هتعمل ايه في الهارت؟ هتشده معاك. يبقى انا تخيل لو انا البريكارديا او الهارت دي لنج بس كل شويه عماله تتحرك لبره في الاسبيريشن بتسحبني معاك. في المقابل اللنج الثانيه بتسحبني للناحيه الثانيه، يبقى انت سعادتك عمال يحصل ايه؟ يحصل ايه في الهارت؟ عمال يتشد. يتشد من اللنج دي ويتشد من اللنج دي، ايه اللي هيحصل في الدايمتر بتاع الهارت؟ رابشر ودايليشن، حاجه بيسموها دايليشن بتاعت المايوبس يعني بنقولها بعدين. طب المرض ده كده سموه ايه؟ انت لزقت مين في مين؟ لزقت الميديا ستاينر في البريكارد. اللنج وهي بتحصل لها اكسبانشن او انفليشن اثناء الانسبيريشن بتتحرك بعيد عن الهارت. فهتسحب الهارت ايه معاك؟ واحدة بتشد من اليمين وواحدة بتشد من الشمال، الهارت غصب عنك هيكون حصل له ايه؟ دايلر. طب سموا الهيجن ده ايه؟ ده كان اسمه اديز بريكاردايتس. ده يسموه اديز نزلت مين في مين؟ ميديستاينو بريكاردايتس. يبقى يجي يقول لك ان انا عندي ثلاث انواع من الفايبروزس بيحصلوا عندي.
عشان احنا لسه هناخد تاني درس طويل اسمه بيريكاردايتس. الفايبروزس طب كان مينيمال الفايبروزس سموه ايه؟ بيركس بول. لو زاد الفايبروزس سموه ايه؟ اديزيز بيريكاردايتس. لو زاد قوي وبدا يطلع بره يسموه ايه؟ اديزيز ميدياستاينو بيركر. الاندوكارديوم مهم، سوري الميوكارديوم يعني الميوكارديوم مهم. اهم واحد فيهم هو مين؟ الاندوكارديوم. اهم لير ده بقى اكتر سؤال في الحاجه دي اكتر سؤال في الامتحان. يعني الروماتيك فيفر ما ينفعش تدخل في الذاكره، بس لو يعني لو اتقبلت ما ينفعش الاندوكارديوم تدخل في الذاكره. بتوع الاناتومي والهيستولوجي كان ليهم تعريف في الاندوكارديوم اللي هو ايه؟ الطبقه المبطنه لمين؟ للهارت من جوه. بتبطن مين؟ من قلبها كده عشان تفهم الحته دي، عشان هما قسموا الاندوكارديوم لجزئين. فين الاندوكارديوم؟ اهو. والازرق ده هو اندوكارديوم برضه اللي انا هرسمه، بس عشان اللون يبقى مختلف. ايه الفرق ما بين الاندوكارديوم الازرق والاندوكارديوم الاحمر؟ الاندوكارديوم الازرق ده بيغطي الفرد، امال الاندوكارديوم الاحمر ده بيغطي الوول. الوول بتاعت ايه؟ الليف فنتريكل والجاستريك. فاناتوميكالي وهيستولوجيكالي الاندوكارديوم متقسم الى تو تايبس. واحد اللي هو الاحمر ده بيسموه ميورال، ميورال يعني وول. والتاني اسمه فالفيولار. نبدا بالميورال. جسمك طلع انتي بادي. الانتي بادي ده عمل ايه؟ عمال يجري. وهو عمال يجري كده في الدم وعمال يدور على كل شيء، لقى في وشه ميورال اندوكاردين ده. في كولاجين مش الاندوكارديوم ده يمثل الاندوثيليوم، الاندوثيليوم ريستنج على حاجه اسمها كولاجين تايبو. هيلاقي في وشه كولاجين هيبدا يعمل فيه ايه؟ هيبدا يهاجم. حلو، لما تهاجم الاندوكارديوم يبقى انت بتهاجم الكولاجين اللي فيه. حد يقدر يقول لي ايه اللي هيحصل؟ هشوف مليون في صوره ادرينويد كروز وديجنريشن والدنيا دي كلها. بس في تريكه بقى زياده. انت عملت ايه؟ انت عملت دامج في الاندوكارديوم، دامج في الكولاجين، وكان مصاحب ليه دامج في الاندوكارديوم. والاندوكارديوم ده اصلا يساوي ايه عندي؟ اندوثيليوم. دامج الاندوثيليوم يساوي سعادتك هيحصل عندك ثرومبوس. لو غالبيه الثرومبوس دي بتبقى قريبه من البنك، راح واحد جاي قال لك لو سمحت انا عايز اسميها باسمي. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي ماك كلام ثرومبوس. فين ده؟ فدي اول ثرومبس بتحصل عندك. خد بالك احنا قايلين الهارت بيمر بكام مرحله؟ ايرد ستيج وليت ستيج. الليت ستيج تساوي فايبروز. هيبدا يحصل شويه فايبروز. مش مهم حتى سموها ده كلام بس انت معايا. ما لو جه سالك في الامتحان وقال لك ايه يا ابني الروماتيك اندوكاردايتس، تقول له انا عندي كام نوع من الاندوكاردايتس؟ اثنين، واحد اسمه ميورال واحد اسمه فالفيولار. الفالفيولار هو الاساس طبعا. بس انا بقول كلمتين في الميورال ليه؟ اصل لما بيجي يوزع الدرجه بتحط، مش هنسيب لك الميورال دي من غير درجات، حط عليها درجه درجتين، والبقيه الدرجه على مين؟ على الفالفيولار. هتيجي تقول له ايه؟ الميورال اندوكاردايتس ده عباره عن روماتيك فيفر بيحصل عند عيال بيكون اشف نزيود ومعاها ثرومبس. سمينا الثرومبس دي ايه؟ ما كلام في ميت ستيج دي باي. طيب اللي جاي لان دي اهم حاجه في الدرس النهارده. الفالف هو دي كارثه عيان الروماتيك فيفر. كل واحد كده يركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول. الفالف حد عارف بيفتح ازاي؟ انا هكبر الفالف ده ماشي؟ هكبر الحته بتاعت البلد دي عشان تفهمها كويس. لو سمحت اسكت. ده الليفت بنت كده والليفت ايه ما هو ما بينهم في بلد. تركيب البلد بيعمل ايه؟
عبارة عن حاجة اسمها الرينج. الرينج ده بيبقى فيه اتنين كسر دايرة كده بسموها الرينج، طالع منها او الناس فيها الكسر بتاع الكسر. وبعدين احنا اتفقنا ان البلد ده لاين للدين الاندوسية او الاندوكاردين اهو، هرسم واحد لون واحد لون عشان لما نيجي نبوظ. طب البلد ده بيفتح ازاي؟ لوحده كده؟ لا، في حاجة بتفتحه، في حاجة بتشيلها، مصل بيحصل لها كونتراكشن اسمها البابيلاري مصل، وهذه بيبقى ليها حتة في الهبل كده اسمها الكوردا، فهي بتمسك في الفالف وهي اللي بتفتحها. طيب الفالف بروبر من جوه، الفالف نفسه من جوه دي كله. انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا اكمل نفس السلسله، الدم نازل فيه انتي بادي طلع، قال لك ان اي كولاجين هاخده اضربه. طيب المره دي بقى قرر انه يجي يضرب مين؟ يضرب الكولاجين بتاع الفالف. قبل ما نضرب البلد انا عايز بس الناس تفهم حاجه مهمه قوي. البلد ده عامل زي ايه؟ زي الصباع. تخيل ان ده البلد ده الكسر، الكسر ده ليه سيرفس فوق كبير ودي سيرفس وفير، او واحد فوق واحد. البلد ده لما بيجي يفتح بيفتح ازاي؟ بيفتح كده. لما بيجي يقفل بيقفل كده، مفيش احتكاك بيحصل ما بينهم، ولا في واحد يركب فوق الثاني. هو حاجه بيسموها في الطب كده كوابت، كوابت يعني تماس. انت دلوقتي هتعمل لي ايه جوه الفالف من جوه؟ هعمل في الفالف من جوه روماتيك فيبر، يعني ايه؟ يعني هعمل فيه دامج، والدامج ده هيبتدي يكون ايه جوه؟ الديود. ان الديود دي دلوقتي هتبدا تعمل ايه في حجم البلد؟ اديني اكزامبل. ساعتك صباعك كنت ماسك الباب وقافله عليه، ايه اللي هيحصل في صباعك؟ هيبرد. لا ليه؟ ليه وين؟ لان في التهاب جوه، في انفلاميشن حصل جوه. نفس الكلام، انت عملت ايه في الفالف من جوه؟ عملت فيه انفلاميشن. الالتهاب اللي حصل عندك انفلاماتوري رياكشن بتاع الاشوف مديول هيعمل ايه في حجم البلد؟ هيكبره، يكبر البلد. حلو قوي. البلد ده دلوقتي بقى ايه؟ بقى تخين وارد. يجي يفتح يفتح، المشكله كلها هو بيفتح. ليه المشكله هو بيفتح؟ البلد ده منفوخ دلوقتي، فواخد حيز اكبر من الحيز بتاعه، يعني الكسر كل كسر فيهم اتنفخت دلوقتي اكتر، بقت مليانه كده اكبر من التاني. طيب اللي هيحصل ايه؟ الفالف ده وهو بيفتح مفيش فيه مشكله، وهو بيقفل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ فريكشن، احتكاك. ايه اللي بيحتك؟ انهي سيرفيس؟ هو دي التريكه اللي بيجيبها في الامتحان. الفالف انت بتفتحه اهو وبيتقفل. المشكله دلوقتي ايه؟ ان الفالف ده بقى فيه سودا تخن، تمام؟ انا لو جبت لسعادتك دلوقتي حته شاش وحطيتها زياده على صباعي، تمام؟ وبعدين وانا بقفل بقفل ايه اللي هيحصل له؟ احتكاك. الجزء السوبيري فوق عندي، الجزء ده لما يحصل له احتكاك يعمل ايه في طبقه الميكروب؟ فريكشن، عمالين يحتكوا ببعض، هيتكوا. لما يتكوا انديثيريال انجري هيساوي الثرومبس. دي يسألك سؤال مهم قوي، هو دايما بيسأل السؤال، مكان الثرومبس فين في البلد؟ في مكان الكلوزر، انفيرور ولا انفيرور؟ طيب ثرومبوزس في البلد تساوي فيجيتيشن، سموها ايه الفيجيتيشن؟ ثروماتيك فيجيتيشن. ايه اللي عندي؟ ده عيان روماتيك فيبر حصل له المره دي بقى فين؟ في البلد. طب لما حصل في الفالف ايه اللي حصل؟ حصل دامج. الدامج كان في صوره اشوف ديول، نفخت الفالف. الفالف لما اتنفخ ما كانش فيه مشكله وهو بيقفل، المشكله كلها فين؟ وهو بيقفل لانه اتخن زياده عن اللازم، اتخن زياده عن حجمه. ازاي؟ انت دلوقتي ساعتك لما كبرت لي الفالف وعملت لي فيه التهاب، ايه اللي هيحصل؟ ورم. الفالف لما يورم وهو بيفتح مفيش فيه مشكله، وهو بيقفل يحصل فريكشن. الاحتكاك يبقى في انهي سيرفس؟ السيرفس اللي هو بيقفل فيه، تمام؟ فيبقى اهي. طب نفس الكلام هنا كده دلوقتي السيرفس ده هو المحتك عندي. السيرفس ده بيسموه ايه؟ السيرفس ده في اتجاه الاتريوم، صح؟ والسيرفس اللي تحت ده في اتجاه، يبقى الاحتكاك حصل في الاتريال سيرفس ولا في الفنتريكولار سيرفس؟ اهو دي في الدوسي كيوب الاعراض بيجيبها دايما.
سيرفيس بتاخد مايترال فالف بتكون سوق اتريال سيرفيس ومايترال فالف والكبير والسيرفيس. طب سؤال، في فالف تاني ممكن يضرب عندي اسمه ايه ده؟ الاورطة. تعالى نطبق الكلام، الاورطة بيفتح ازاي يا ولاد؟ بيفتح كده صح؟ وبيقفل ازاي؟ بيقفل كده اهو، دي فتحة الاورطة ودي قفلتها، وهو بيقفل لو حصل فيه واتنفخ الاحتكاك يحصل فين؟ وهو بيقفل الاحتكاك ده في السوبير سيرفيس وده في الانفير سيرفيس. السوبير سيرفيس بتاع الاورطة فالف اتجاه مين؟ ده مين ده؟ الفنتي. مرة جت في امتحان جمهوري كانت بدون كده عسل. نعم. الأورطة بيفتح ازاي؟ مش من جنبه. هو في اتجاه القفل. تمام؟ يعني انت بالنسبة لك شايفاه كده أو كده. تمام؟ في ناس ممكن يشوفوا القلب مش مايل. القلب مايل طبعًا. أولًا القلب عشان تبقوا عارفين الأورطة لو احنا عايزين نتكلم عنه الأورطة الفالف بتبقى موجود كده. فده السبير ده تحت الانفير من الجنب. بس انا بتكلم عن اتجاه القفل. يعني الليبت اللي ريليت لمين؟ اللي هو الجمله دي جت من 4 سنين مره في امتحان كان بيقولهم لهم في امتحان عمل سنه كان جمبليت. وكانت بنوته في منتهى الذكاء. تمام؟ وجاء السؤال كان جمبليت قال لهم ان الثرومبوزس اللي هتحصل في الروماتيك فيفر افكت نقط السيرفس اورتيك فالف. من تريك بس السيرفس والظهر، اصل كتبتها اتريال سيرفس. تمام؟ هو الاورطه دي اورتيك فالف من تريك بس مالوش دعوه بيها ده. مفيش حاجه اسمها اتريال، ده مش موجود في التاريخ. تمام؟ يعني ده اختراع جديد لان ده معناه ان الاورطه كده. فبالعقل كده. الاورطه دي كام سيرفس؟ من تريك بس. طيب يبقى عمليتنا الحلمين كده ناحية القفل هو بيقفل ازاي؟ وهو بيقفل ازاي؟ هو ده بيقفل ازاي؟ ده بيقفل ازاي؟ ده تعالى بقى بص معايا في الكلام اللي مكتوب عندك روماتيك فالف أول حاجة مكتوب إيه جنب كبار مكتوب فيه مين؟ ذا موست سيريس في جملة اسمها خد بالك العيان بتاع الروماتيك فيفر أنت بتخاف منه منين؟ من دي هي دي اللي هتموته. أنتوا عارفين الفالف سيكنس قد إيه يا ولاد؟ 1 مللي عارف الورقة اللي في إيدك دي هو ده دخن الفالف. فمتخيل اللي بيحصل في البلب ده ممكن يعمل فيه ايه؟ ممكن يخرم البلب. البلب دلوقتي ايه اللي حصل؟ البلب ده مليان انتوكارديوم، انا مليان سوري كوليجين. جهاز المناعة زي ما بيضرب أي حاجة راح جاي على الانتوكارديوم وقال لك البلب ده أنا هضربه. عمل فيه التهاب، نفخوش. الالتهاب ده لو خدت البلب وحللته هتلاقي ايه؟ هتستديوز. حلوة. الاسيتيدوز تدخل البلب، البلب بيحصل له احتكاك اثناء القفل. يعني الاتريال سيرفيس او الفنتريكلر الاحتكاك ده يعمل ثرومبا تسميها فيجيتيشن. السؤال الاهم يجي يقول لك طب وصف لي الفيجيتيشن. مكانها فين؟ اولا هي مكونه من ايه الفيجيتيشن دي؟ الثرومبا مكونه من ايه؟ بليتلت وفايبرين وبس. يعني ايه؟ وانا في بكتيريا عندي ده مرض كتب يوم يبقى بليتلت وفايبرين. حجمها بيبقى صغير. البليتلت في الغالب بيبقى اكتر من الفايبرين، يبقى لون الثرومبس بيز، يبقى بيز بليتلت فايبرين سموث سايز صغيره وفيلم. مكانها فين يا ولاد؟ في اللاين اوف كلوجر لو هي على المايترال في الانترال سيرفيس في الاورطه هتبقى في الفنتريكلر. اهم حاجه عشان دي غلطه الكتاب هيقع فيها مره بس هيرجع يصححها. فيرمي اتاتش بريفر يعني ايه؟ يعني ماسكه في الفالف ما بتسيبوش. وطالما ما بتسيبوش ينفع اقول انها تعمل امبولايز؟ هو ده المهم. فيرمي لازقه في الفالف ماسكه في الفالف كويس جدا ما بتسيبوش. طيب وبالتالي نسبه انها تبعت امبولايز ضعيفه جدا، صعب جدا انها تبعت امبولايز، لان ما معنى كلمه امبولايز؟ ديتاتشمنت الجزء من الثرومبس. طيب
نعلم عليها جزء مهم جدا جدا جدا. طب ده كده موت عيان؟ لا، موت ايه اللي هيموت عيان؟ اللي انت ستيج بتشيل ايه يا رجل؟ قول لي كده دلوقتي الفالف هيحصل. الفالف حصل فيه فايبروزس، ماشي يا باشا؟ لما الفالف يحصل فيه فايبروزس تتوقع ايه اللي هيحصل فيه؟ اسال نفسك سؤال مهم، فين مكان الفايبروزس؟ يعني لو الفايبروزس ده حصل في الفالف، الفايبروزس بيعمل ايه؟ كونتراكت. فالفالف دلوقتي ايه اللي هيحصل فيه؟ هيكونتراكت. الفالف ده بدل ما كان طويل كده بقى قصير، يفتح مفيش مشكله، بس وقت القفل بينه وما بين الكسر الثاني في ايه؟ استجاب. يبقى ده نسموه اورت او بايت رجيل. الفالف بقى فين؟ طب افرض الفيروس ما حصلش هنا، يعني ايه؟ مش انت عمال تقول لي الديزيز والديزيز وعمال يضرب البلد؟ اه. طب افرض ضرب البلد ده البلد؟ ضربه هنا في مكان الكوردة الجديدة. يبقى ده حاجه اسمها كوميشن؟ هتيجي الحته دي بيسموها كوميشن، اللي هي التعشيقه بتاعت الكوردة الجديدة في البلد. طب لو حصل فيروس هنا، ايه المشكله؟ البلد ده بيفتح ازاي؟ يفتح كده فتحه كامله. انت عارف عملت ايه؟ عارف لما تحط كرسي ورا الباب بالظبط؟ انت حاطط حاجه فايبرس تشوفير من ورا، فيجي يفتح الفالف ما يفتحش الفتحه الكامله بتاعته. يبقى دلوقتي فاتح فتحه مش كامله، اسميها سيموس. طب افرض العيان ده جاله المره دي بقى عنده سيموس، جاله انذر اتاك بعديها بشهرين ثلاثه ضربت الفالف من جوه، يبقى عنده ايه؟ سينوزس وعنده ده عيان بيسموه دبل مايكر. الكيس انتوا بتدخلوا عليها سنه خمسه. ده لازم عيادة الشرعية. الصمام. لازم. هو ايه وظيفة الفرد؟ انه يسمح للدم انه ينزل كده وما يطلعش. طب ازاي يمنع الدم انه ينزل؟ انه السيستول يبقى مقفول. طب الفرد ده لو حصل فيه فايبروزس المسافة دي كده مقفولة؟ الحتة دي مقفولة؟ لا مش فايبروس، يعني لو عملت كونتراكت الفالف بقى طوله كده وبقى طوله كده، المسافة دي كام؟ تعدي من فمايكم. ادي كده الروماتيك فيبر، الجزء المهم الخطير فيه. طيب لو سمحت بقى ركز معايا علشان طيب دلوقتي انت عملت ايه؟ عملت روماتيك هارت ديزيز. في شوية مصطلحات شغال عشان تكتبوها ورايا، لو سمحت تكتب الكلام ده. لو جه قال لك روماتيك بان كارديتس، عايز ايه؟ كله هو بالظبط. لو جه قال لك ار اتش بي روماتيك هارت ديزيز، لانه هنا ما حددش انهي لاير الهارت. طب لو جه قال لك كلاسيفيكيشن اوف روماتيك هارت ديزيز او روماتيك بان كارديتس، مين هم دول بقى؟ هتقولوا في ثلاثة: روماتيك مايوكارديتس، روماتيك بيريوكارديتس، والبيك كبير روماتيك اندوكارديتس. يسألك ايه انواع الاندوكارديتس؟ تقول له في نيورال وفالفولار. اهو الفالفولار ده ليه اسم تاني على فكرة. لو جه سألك وقال لك اسمحوا لي الشكل الروماتيك فيجيتيشن، ماشي، بس ساعات كتير قوي يجي لحد فيه ورجع كده للديستروفيكيشن، الاقي حاجه اسمها روماتيك فالفيولايتس. روماتيك فالفيولايتس هو التهاب الفالف بسبب روماتيك، يعني روماتيك فالفيولايتس اندوكارديتس يقابل روماتيك فالفيولايتس. ما هو فالفيولايتس يعني ايه؟ التهاب الفالف بسبب روماتيك. طب سؤال اخير، الاندوكارديتس اللي حصلت عندك انفكشوس ولا لا؟ عشان هيجي لنا سؤال في الامتحان مصر.
مكتوب ده دي مره والعيال كانت قلبان جود فوز بكلام دي عندهم نون انفكشوس اندبندنس بس العيال فعلا ده هو ذكاء حاجه لازم اكتبها انا ذكرت بكتيريا بسب اكيوت يعني انفكشوس هات لي بيانات فلو بيجي لك ويقول لك مين هم النون انفكشوس اندبندنس ده مش ما فيهوش انفكشن لان ده رومانتك فيفر فمن ضمن الحاجات المذكورة في النون انفكشوس اندوكارديتس والروماتيك فيفر بس معلومه بقى ما بياخدش جوينت في نفس الوقت يعني ايه
يعني عيان يجيلك يجي يقول لك انا جيت من اسبوع بدات اشتكي ان انا عندي في الم في الشوطه مؤلم جدا، بدات اخد مسكنات وشويه والشوطه تخف لوحده بعد اسبوع عادي مفيش مشكله. يقول لك وبعد يومين الشوطه الثاني بدا يوجعني، خدت مسكن شويه وخف، وبعد يومين راح للهب مرة اليمين مرة الشمال، بعدين راح للنيه وبعدين راح للقلب. فهو بيعمل ايه؟ هو بياخد جوينت وينط يروح ياخد جوينت تاني وتالت ورابع، فبيقولوا عليه بولي قلب. بس لو حد واخد باله انا اخترت اني جوينت اللارج جوينت اللي هم الشولدر والهيب والقلب والني والقلب، لما بيروح يضرب الجوينت بيعمل في ايه؟ بيضرب اي حته في الجوينت سينوبيا تمبرين. طب ودي انت خايف منها، انت بتخاف من الجوينت في حته معينه لو ضربت ما بترجعش اللي هي دي الكبسه، وده ملوش دعوه بيه. عشان كده عيان بيقول لك كده انه بيسيب الجوينت كومبليت فري. يعني ايه؟ العيان ده بيجيله شويه الم نتيجه الالتهاب اللي حصل وبعدين يخف منه لوحده. خاصة هو العيان ده احنا قلنا كان بياخد ايه؟ مسكنات اسمها ساليسيليك اسيد. الساليسيليك دي بتعمل ايه؟ بتيجي عند الانتي بودي تمام؟ ما اعرفش انت لسه ما شفتش الساليسيليك في الفطار صح؟ طب الساليسيليك اسيد ده بيبقى سيلكت بيضرب الانتي بودي بيساعد ده. فيجي يقول لك ان العيان ده دلوقتي بيحصل عنده حاجه مهمه قوي، بيحصل عنده بولي ارتكرات اكتر من جوينت بتضربه، بس ما تبقاش فاكر انهم وقت واحد لا متوالين يعني ورا بعض، بيختار انهي جوينت الضرب. لما بيروح للجوينت بيعمل فيه انفلاميشن، بس الانفلاميشن ده بيبقى ليميتد اسبوع ويسيبه وينط يروح لمين؟ لجوينت تاني. فيقول لك بيسيب الجوينت كومبليت. طب ليه فري؟ ليه ما قلتش ان الجوينت ده هيسيب له اعاقه دايما؟ لان مين اللي سليم؟ الكارديو. عارفين بقى مرضى الروماتويد اللي بيضرب عندهم الكارديو فبيفضل عايش باعاقه طول عمره. اما ده بقى ايه؟ ده هو بيضرب السينوفيا الممبرين ملوش دعوه بالكارديو. فدي جمله ام سي كيو جيف ري يجي يقول لك ليه ما بيحصلش بيرمننت دامج؟ او ليه الروماتيك ارترايتس بيسيب الجوينت كومبليت فري؟ لان الكارتج فري انتهى، الكارتج فري ما اتضربش. طب بعد ما خد الجوينت راح نط فين؟ لجوينت تاني والجوينت تالت. يقولوا عليه ايه بقى؟ عمال يتمطر. ايه الحاجه اللي بتقعد تتمطر عنده؟ البرغوث. يقولوا عليه كده سليتنج ارترايتس. في ناس قالوا لك مايجراتوري ارترايتس. هو نفس المعنى، عمال ينط من جوينت للتاني، يتنطط من واحد للتاني، بالتالي ايه اللي بيحصل عندك؟ جوينت ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، بس في ميزه هو مفيش بيرمننت دامج. طبعا مفيش واحد يجي يقول لي ايه طب ما سهل، لا حضرتك متخيل الم الجوينت عامل ازاي؟ العيال مش قادر يستحمله، وحتى الساليسيليت بيجيب ريسبونس بس هو هيرجع تاني، برضه دي بتبقى مشكله لها. يبقى عندي سؤال اكتب لي عليه سؤال نظري اسمها روماتيك ارثرايتس. كان روماتيك ارثرايتس ده التهاب بيحصل في الجوينت، قال لي جوينت البولي ارتيكولار نارف جوينت، بياخد الجوينت بس في حاجات مميزه، بيسيب الجوينت كومبليت فري، مايجراتوري بينص من جوينت للتاني، وفي الاخر بيسيب الجوينت كومبليت فري. طب ليه بيسيب كومبليت فري؟ علشان الكارديو ايه اللي بيحصل في الجوينت؟ شويه التهاب وسيبو فايبرس انفلاميشن. لو دخلت المنظار وسحبت عينها هتلاقي فيه ميه، هتلاقي فيه سيبو فايبرس. روماتيك ارثرايتس دي اربع او دي خمس مرات في امتحانات اخر السنه. كده احنا ضربنا كام حاجه دلوقتي؟ الهارت والجوينت فاضل السكين والبيتا جانج. تعالى هات البيتا جانج. البيتا جانج ده على فكره هو يقال انها بيتا جانج. هو انت لما الموضوع البيتا جانج، حد عارف ايه وظيفة البيتا جانج؟ ايه وظيفة البيتا جانج؟ كوردينيشن للمخ
طيب الناس دول هو كومون في الكمية يعني بيحصل في الكمية لا اصل اللي هيحصل ده حاجة غريبة كده مثلا مين على فكرة الولاد برضه بياخدوا بالهم ان شاء الله لو ده الموضوع ده قدامهم يفك بسرعة بيحصل عندهم حاجة اسمها الكورية سايد انفان كورية لا ده مش رقص هو حالة عادة دي كورية من جراند ريمون كتير قوي هو يقال ان هو بيحصل بنات الرجال مش عارف ازاي دي ثانية انا بص يعني الولد مثلا من دول اي كلبان فيبقى ماشي في الشارع فالبنت دي بصلاح انفولنتري موفمنت غصب عنها حركة لا إرادية تلاقيها راح ترفع ديها وبعدين تلاقيها بتعملها تعالى بص هو ليه بيقول لك هي غصب عنها حصلت رفع الايد دي فهي بقى تقعد تعمل لك موقف مفاجئ والحركه دي غير اراديه يعني مش هي المتحكمه فيها فجاه لقيت ايديها تقعد حصل ما واحد زميلي ده بس انا راح اتقدم براحتي مش كانت طالعه المارجن بتاعها لونه احمر غامق
فراح مسميه الاسم العبيط ده سموها ايه بقى؟ سموها الريثيمة. يعني ايه الريثيمة؟ محمل افكرات مارجينيتر. يعني ايه مارجينيتر؟ الحرائق. طب ايه التفسير؟ مش عارفين. بس هم لقوا انها بتحصل من 10-60% من حالات الروماتيك. كده عندك كم حاجه حصلت في الروماتيك؟ روماتيك ارثرايتس، سايد هاند كوريا، سبكوتينيوس نيديول، والريثيمة مارجينيتر. سؤال، هل عيان الروماتيك فيفر بيجيله الكلام ده؟ لا طبعا. يعني يعني ممكن يجيله واحد او اثنين او ثلاثة بكثير. عشان ما يجيش عندك عيان روماتيك فيفر اول ما تعرف تقلع وريد السبكوتينيوس نيديول او فين الريثيمة مارجينيتر، او تقعد تلعب في جيله كده عشان يعمل سايد هاند كوريا. لا، هو ممكن يظهر عنده حاجة او اثنين، لان انا قلت لك الانتي بودي مختل بمزاجه يعمل اللي هو عايزه. نتيجة كده طالع واحد اسمه جونز، قال لك بصوا بقى احنا دلوقتي عايزين نشخص روماتيك فيفر، حط كرايتيريا وسماها باسم اسمها جونز كرايتيريا. جونز يا ولاد راح حاطط كرايتيريا. ايه هما؟ احنا عندنا كام حاجه مشخص فيهم روماتيك فيفر يا ولاد؟ كرايتيريا صفر. عندي في حاجه اسمها روماتيك كارديتيس، لو سمحت يا عسل. وعندي في حاجه اسمها روماتيك ارثرايتيس. وعندي في كوريا. وعندي في سبكوتينيوس نيديول. وعندي في ريثيما مارجينيتر. مفيش عيان بيجيله دول كلهم. امال ايه؟ ايه جونز قال لك انا علشان اشخص روماتيك فيفر محتاج كام واحده من دول على الاقل تبقى موجوده؟ اثنين. لازم اثنين يبقوا موجودين. وخد بالك عشان ما يستعبطش بقى ويجي يقول لك ايه الاندوكاردايتس والمايكاردايتس، لا هو حاط لك الهارت كلهم على بعض. حاطهم كانهم ايه؟ وان ستيك. عشان تشخص ان العيان ده عنده روماتيك فيفر يبقى لازم على الاقل يبقى عندك كام واحده؟ وسمى دول ميجور جونز افكت. طب افرض لقيت واحده ما لقاش روماتيك فيفر، عملوا تعديله بقى. قالوا طب احنا هنعمل فحوصات للعيان زي الاي سي جي نشوف عنده ارثرالجيا ولا لا. يعني ايه ارثرالجيا؟ بين نعمل له حاجه اسمها الاي اس او. ايه الاي اس او ده؟ انتي ستريبتو لايسين او. ده بتاع اسمه كده ستريبتو لايسين بتاع البكتيريا، يعمل التتر بتاعه. طيب ايه كمان؟ يشوف العيان ده كان عنده فيفر ولا لا، وعشان كده سموه روماتيك فيفر. ويساله جالك قبل كده انتاك من الروماتيك فيفر او شخصت قبل كده انك عندك روماتيك فيفر ولا لا. وراحوا مسميين دول ايه؟ ماينور جونز كريم. طيب جونز قال لك انت عايز شخص؟ اه. يبقى لازم تبقى عندك كام واحده من ميجر؟ اثنين. طب افرض واحده ميجر بس، يبقى اختار لي كام واحده ماينور؟ اثنين. طبعا ما فيش واحد يجي ايه يتزاق ويقول لك طب ينفع ما يبقاش ميجر واختار اربعه ماينور؟ تمام؟ لا. تمام؟ يعني في الاخر لازم على الاقل واحده ميجر واثنين ماينور. دي اقل حاجه تعرف تشخصها. وبرضه مش تصيع بس، مش يبقى العيان عنده روماتيك كارديتس وانت تقول له ايه احنا ناخد اه لقينا الاي سي جي بايظ. ما هو بالعقل كده لازم واحد عنده الهارت بايظ يبقى لازم الاي سي جي بتاعه ايه؟ يبقى بايظ. تمام؟ نقي اي حاجه من المنشور مش لازم. واحد عنده ارثرايتس هو بيشتكي من ايه؟ من ارثرايتس. اروح حاطط تمام؟ واحد فهم قالوا ايه؟ عشان شخص روماتيك فيفر عايز واحده ميجر واثنين ماينور او عايز اثنين؟ كده يعتبر تشخيص مختلف. ايه بقى اللي ممكن يموت العيان؟ الخمسه اللي قدامك دول مين اللي ممكن يموت العيان؟ المايكاردايتس ولا الاندوكاردايتس ولا الميكاردايتس؟ الاندوكاردايتس هو اكتر حاجه اكتر حاجه. ليه؟ الفالف عند سعادتك بايظ. هنشرح حصه كامله.
كامله في الفلف. يعني الفلف بايظ. الفلف دلوقتي البايظ ده لو بكتيريا حقيره فانجل انفكشن معدي ممكن يعمل فيه ايه؟ يعمل حاجه اسمها هيبوكاردايتس. لو صار فيه بكتيريا هيبوكاردايتس زي كده لسه جاي. العيان ده دلوقتي لو المصل ضربت هيدخل فين؟ هارت فين؟ طبعا رابع كومبليكيشن يعني بص انا مش هستحمل الشغل. اللي هي بس كتاب كاتبه روبوتك او امبوليزم يعني تمام. هو احنا متفقين ان الروماتيك فيبر فيرمي على فكره هو هيرجع بعد كده في مقارنه ثانيه ينفي ان الروماتيك فيجيتيشن او الروماتيك فيبر بتعمل امبوليزم. فانت استوبر انت عامل نفسك تمام. ايه المشكله عند العيان بتاع الروماتيك فيبر؟ كلها في القلب ده كله هيتشرح بعدين. طبعا اكيد بشترك الكاردايتس وهارت فيلر وكده.